أحبتي المشاهدين الكرام، أينما كنتم أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة فوق الخط الأحمر. السيد الكاظمي وصل أمس إلى مدينة الناصرية، لكن كان كالمعهود وكما توقع الجميع بحديثه أن مدينة الناصرية ظلمت طوال السنين الماضية وحتى العهود الماضية. يجب أن تقدم الخدمات، يجب أن نضغط على أنفسنا نعين مدينة الناصرية، مدينة المثقفين والأدباء، وأيضا يجب دعم العشائر وإلى آخره. وأعتقد هذا الكلام هو مطروق جدا في الشاشات، وربما البعض تنبأ به بهذا الكلام قبل أن يذهب السيد الكاظمي في زيارته السرية كما قيل إلى مدينة الناصرية. لكن بالمقابل لا تزال هناك تظاهرات تشرينية في بغداد والناصرية وبعض المحافظات، بل وصلت حتى إلى كربلاء. وقبل قليل غرد السيد مقتدى الصدر محذرا من استخدام المناسبات الدينية في تظاهرات تشرين، دليل على أنه أكو فعلا إشكالات. وأيضا ربما هناك من يستخدم من السياسيين من يستخدم سلاح المتظاهرين في الاشتباك السياسي، وللأسف الشديد هذا ربما أيضا خطر على ساحة التظاهر. وربما أيضا بالأدق هناك الكثير ممن صعد على أكتاف المتظاهرين ووصل إلى مآربه. ملفات كثيرة سأناقشها مع ضيوفي من عمان، الدكتور محمد البلداوي الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي. دكتور محمد مرحبا بك وحياك الله. خيرات يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. أيضا ضيفي من محافظة ذي قار الأستاذ حسين الغرابي. أستاذ حسين مرحبا بك وحياك الله. حياك الله عزيزي أستاذ مقداد. وايضا ضيفي من بغداد الاستاذ احمد الو شاحن الناشط المدني. استاذ احمد مرحبا بك وحياك الله. مرحبا بك وحياك الله استاذ. حياك الله. ابدي وياك دكتور محمد سريعا. هناك من يحاول استغلال سلاح المتظاهرين والتظاهرات للاشتباك مع السياسيين، وهناك من صعد على اكتاف المتظاهرين ووصل الى مآربه. شنو رايك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، اسعد الله مساءكم بالخير، شكرا لك، تحيه لضيوفك الكرام. بدايه يعني نتشارك واحنا نقيم او نعيش أربعينية الامام الحسين مستلهمين من هذه الذكرى والمناسبه الدينيه العبر الكثير التي لها من المعاني اكثر ما لها من استغلال، مثل ما تفضلتم بعض المناسبات والشيء. تحية إجلال، ونحن أيضا نعيش الذكرى السنوية لانتفاضة شبابية وطنية مخلصة حي بها الوطن شبابه، وحي بها المجتمع والمرجعية والدولة، وكلهم تفاعلوا مع هذه المتطلبات التي لها حقيقة من الواقع. لولا الحاجة لما خرج الشباب مجتمعين في كل محافظات العراق وخاصة في العاصمة، وقدموا ما قدموا من الصبر والتضحيات والدماء في سبيل ما نحن فيه الآن. بداية يعني كلنا تعايشنا في مسألة معينة وواضحة، والذين يعيشون في الأجواء الذين تحملوا ما تحملوا، والصور تشهد والفيديوهات حتى من قساوة التعامل في ردة الفعل، وبالنتيجة وصلنا إلى حالة معينة أنه يجب معالجة الأمور، ولكن ليس بهذه الطريقة، ولكن هنالك عدة طرق كان بإمكان البدء على الأقل بالمعالجة طيلة هذه الفترة واستغلال. من الذي يبدأ بالمعالجة دكتور؟ كلنا نبدأ بالمعالجة، خلينا نكون صريحين. احنا طيب. كنا جزء مهم من كل المشاكل اللي صارت. احنا كنا جزء مهم. منو احنا؟ نحن انا وانت وكل المشاهدين. طيب. وكنا يعني الجانب الإعلامي لعب دور، الجانب الحكومي إذا أنا كنت متظاهر، وإذا أنا كنت الشرطة، وإذا كنت بأي وظيفة. طيب. معينة، إحنا كنا ولد هذا البلد، فبالنتيجة يجب أن يكون على الأقل الحلول صحيحة. كلنا نتهم هنالك سين من الوزراء فاسدين وسراق، وبالنتيجة تجد كل الحاشية اللي حواليه هم متشاركين في هذا الحوار الذي أصبح مخجلا الآن. كلنا يعني حتى على مستوى المعاملة الآن عندما تراجع في أي دائرة من دوائر الدولة، ليش شهر وشهرين واسبوع واسبوعين اذا ما تدفع ما تمشي؟ اذا احنا كنا متشاركين. عمليه الاصلاح تكون بالبدء بالنفس تماما.
البدء في كل خطوات العمل، هنا يبدأ الإصلاح الذي نطمح إليه وكلنا نسعى إليه. عملية المقارنة وعملية اللوم وعملية كثرت بالمناسبة، حتى الناس حقيقة تعبت من الآراء ومن الطروحات وما قامت حتى تسمع، لأنه صار حديث كثير ولكن الاستماع قليل، وبالنتيجة هنالك ردة فعل. إحنا داخلين على مرحلة هامة، مرحلة انتخابية، هنالك استغلال وهنالك تسقيط وهنالك كثير من الأمور، وعايشتها حضرتك أكثر من الآخرين في السنوات السابقة والمراحل السابقة. عندما تأتي المرحلة الانتخابية في خلينا نقول المخاض الأخير وتبدأ تشكيل الكتل السياسية وغيرها، ونتفاجأ في أشياء مع الأسف مصحيحة، ونتفاجأ أيضا في كل الملاحظات وكل شيء والتشخيص ونضع الخطوط تحت بعض التصرفات. وإذا ينتخب الشخص وتنتخب الكتلة وتنتخب بنفس القوة التي طيب سبقت. نعم طيب جميل، سأعود لك. أستاذ حسين الغرابي الناشط المدني، مرحبا بك سيد. لك الكرام ولمشاهدينا حياك الله. البارحة زار السيد الكاظمي محافظة ديقار، ما الجديد في هذه الزيارة؟ كان على أمل أنه أيضا يعني ممكن أن يتم إطلاق صراحة أو إيجاد سجاد العراقي، لكن للأسف الشديد أن السيد الكاظمي عاد بخفي حنين. ما فحوى هذه الزيارة؟ تفضل. والله يا أستاذ لا جديد في الزيارة أصلا، يعني من الأمور المستفزة يوم أمس هو فجائية الزيارة. ناشطين ناصرية بين مغيب قصرا وبين يعني من ترك مدينة خوفا وبين شهيد وبين من هم في زيارة، في زيارة الأربعينية. نعم. استغل السيد الكاظمي هذا الوقت اللي أعتقد غير مناسب جدا. الاستفزاز البارحة كان بتنصيب مثلا حميد الغزي مسؤولا عن صندوق إعمار الناصرية، هذا الرجل له عليه الكثير، هذا الرجل كان رئيس مجلس محافظة ديقار وهو أيضا الأمين العام لمجلس الوزراء، وهو عن كتلة سياسية يعني لعبت بمقدرات الناصرية الكثير. أيضا هو كان مسؤول عن مثلا مجازر في الشطرة في ثورة تشرين الأخيرة، هذا استفزاز للناصرية. الناصرية مدينة منكوبة، على السيد الكاظمي وعلى حكومته أن يرفعوا هذه النكبة، يساهموا برفع النكبة الحقيقية على ذيقار. النكبة تأتي من الانفلات الأمني الموجود، النكبة تأتي من النقص خدمات واضح وحقيقي منذ سنوات طويلة، النكبة تأتي بالاستئثار بالسلطة واستخدام موارد ذيقار لأحزاب وشخصيات محددة. كل هذا لم يحدث، كانت زيارة يعني شكلية لا 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 تقدم ولا تؤخر، وكان على السيد الكاظمي أن يبدي حسن النية بالكشف عن مصير سجاد العراقي. والرجل التقى بالقيادات الأمنية التي باتت تعرف تماما مكان سجاد العراقي والجهة التي خطف السجاد العراقي والأشخاص بعناوينهم. لم يحدث هذا كله، فأنا حقيقة ما أعتبرها زيارة ناجحة، بل كانت زيارة مستفزة وغير مناسبة. وكما ذكرت أنا في لقاء سابق معك أن على السيد الكاظمي أن يبدي حسن النية تجاه ذيقار وتجاه تشرين. شنو حسن النية؟ حسن النية أن يطبق القانون بمن اعتدى على التظاهرات، هناك طيب. أوامر إلقاء القبض لم ينفذها لحد الآن، لم يعلن لنا من الجهات التي تستهدف التظاهرات. طيب. حدث في الناصرية اختطاف، حدث في الناصرية استهداف بيوت، يعني ما يحصل في الناصرية اغتيالات متكررة للمتظاهرين. حسن النية أن يعلن عن هذه الجهات، وإذا لا يريد أن يعلن عن الجهات ويخاف من أن يصطدم بالرؤوس الكبيرة، عليه أن يعلن الأشخاص المنفذين لهذه الجرائم الكبرى. كل هذا لم يحدث، ويعني أنا أعتقد كما عاهدت قبل فترة أنه الشباب أسمعهم يقولون يوم 25/10 القادم ستكون هنالك توهج جديد لثورة تشرين للمطالبة بالمطالب الأساسية التي باتت مسوفة، وكل من يأتي يعمل على تسويف هذه المطالب. لم يقدم السيد الكاظمي إلا تسويف، وعود سوف وسنفعل وسنكون يعني كل هذا هو التسويف نعتقد به. أما أن الرجل يتعرض إلى ضغوط فعليه أن يصارح الشعب، نحن لا نحمله مسؤولية ما حدث في تشرين السابق، لكن عليه الآن أن يصطف مع الشعب ويعلن إذا كانت هنالك كتل سياسية تضغط عليه ولا تريد منه إجراء الإصلاحات اللازمة.
عليه ان يصارح الشعب حقيقه. طيب موضوع حميد الغزي راح ارجع لك عليه، بس خليني يعني اليوم كان اكو تغريده قبل قليل سماحه السيد مقتدى الصدر قال فيها عمد بعض المندسين ما بين صفوف ما يسمى بثورة تشرين ممن لهم أفكار منحرفة أو ميول داعشية أو بعثية وبمعية بعض المخربين من هنا وهناك، استغلال المناسبات الدينية في كربلاء وتجهيرها لمصالحهم الضيقة. يعني فعليا شنو أكو اليوم استغلال المناسبات الدينية، أم أكو خط من ثورة تشرين داخل على موضوع المناسبات الدينية؟ شنو الموضوع بالضبط؟ يعني أنا أعتقد أن الحسين ثورة كما تحدثوا بذلك كثيرا، أن من الحسين يستقون الثورة ومفاهيم الثورية. لا هو ثورة فعليا، إنما خرجت للإصلاح في أمة جد رسول الله. فكيف الآن يعني حدثونا على المنابر مئات السنين وتسلطوا باسم الحسين وأن الحسين ثورة والعباس كذا، والآن يأتون يزاودوا أبناء تشرين؟ أنا لا أعرف أن هنالك مؤامرة، هنالك أبناء تشرين من الناصرية من كل المحافظات ذهبوا لإحياء يعني لإحياء أربعينية الإمام الحسين أسوة بباقي الشعب العراقي. كل ما فعلوهم رفعوا صور شهداء تشرين، هؤلاء الشهداء كانوا جزء من مسيرة الأربعين في كل عام، فلماذا الآن تعتبر هذه مؤامرة؟ هذا تناقض واضح، وهذا حقيقة هو يريدون أن يقتلوا الثورة، ولكن هيهات. أنا قلت أنه عليهم أن يعوا ويدركوا فعلا أن هذا الجيل الثائر الجديد لن يتراجع. نعم. افهموا الأمور هكذا. طيب. عليكم أن تتماشوا مع ما يريد، أن تطبقوا ما يريد هذا الجيل العظيم. طيب. غير هذا فأعتقد هم متوهمين. جميل. لن يستطيعوا إسكات ثورة تشرين، وهذا مؤكد، والأكيد الأكثر أن 25 ستثبت لهم الجماهير ما أقوله. جميل. الآن جميل. أحمد آل شاح مرحبا بك، حياك الله ضيفي من بغداد. في ذكرى تشرين، ما هي الأهداف القادمة لتشرين في ذكراها الثانية؟ بصراحة يعني شنو القادم الآن؟ حكمه غيرته، أسقطت السيد عبد المهدي، إجى السيد الكاظمي، شنو اللي راح يصير بصراحة؟ تفضل أستاذ أحمد. مساء الخير عليك وعلى جمهور قناتكم وعلى ضيوفك الكرام، حياك الله. حقيقة هي تشرين منذ انطلاقها هي ما طلعت انه عندها مشكلة بالحكومة او بشخوص الحكومة او بشخص رئيس وزراء. احنا عندنا مشكلة بالمنظومة كاملة، يعني بدستورها، بتدخلاتها الخارجية، بأنظمتها الداخلية، بأنظمة الوزارات، بأحزابها، ميليشياتها، وصلت مرحلة أنه ما بقى لا سيادة بالعراق، لا تعليم، لا صحة. احنا مشكلتنا مع منظومة كاملة. تغير عادل عبد المهدي، اجى الكاظمي بنفس النظام، بنفس المنظومة، بنفس الأحزاب والميليشيات، ما راح يتغير شيء حقيقة. وجاي تشوف انت الرجل مصطفى الكاظمي صار 5 أشهر، احنا ما نشك بانه سوء نيه او انه هو ما يريد يعمل. حقيقه احنا جاي نشوف انه هو يريد يعمل، لكن النظام الفاسد والضغوط الكتل الحزبيه والميليشيات عليه، مثل ما ذكر اخويا استاذ حسين، انه هاي جاي تعيقه من العمل، وهذا تعيق اي واحد غير الكاظمي. لكن المطلوب اليوم من الكاظمي هو الخروج للشعب بخطاب صريح جدا، احنا هسه كناشطين كثورة تشرين كشعب عراقي يعرف شنو موضوع الاحزاب وشنو الضغوط اللي جاي تضغطها. لكن هو الرجل ملتزم الصمت، هذا الصمت شنو؟ اكو اتفاق مثلا بينه وبين الكتل السياسية على انه خطوات معينة، مثل ما طلع قيس الخزعلي قبل شهر او اكثر وقال انه هو حدود عمله او صلاحياته انه ينتقل بالعراق الانتخابات مبكرة، واخر تصريح على تلفزيون احد القنوات التلفزيونية قال انا حكومة ابوية للشعب وللاحزاب وللما اعرف شنو، وانتقل بهم الانتخابات مبكرة. احنا موضوعنا مو انتخابات مبكرة، احنا موضوعنا يعني انتخابات المبكرة بهذا الظرف، بالانفلات الامني، بوجود الكبراء
كبراء رؤوس الفساد والمال السياسي القذر اللي غير معادلة الانتخابات على مدار اسبوع 12 سنة بهذا الوضع ما تعني شيء. يعني بالمفوضية اللي اجت بالمحاصصة ما تعني اي شيء. احنا كان مطالبنا واضحة وما تحققت شيء من مطالبنا. يعني تغيرت حكومة ولا ما تغيرت حكومة هذا ما كان مطلب. احنا القادم ما كان مطلب انه مثلا عادل عبد المهدي او حكومة عادل عبد المهدي نغيرها او ننصب غيرها. هذا مو مطلبنا ابدا. هاي اجت هو كان ازمة وادارته للملف التظاهرات. عادل عبد المهدي كان خاطئ. كذلك القمع اللي المفرط اللي استخدمه بكل وحشية وكل بشاعة. احنا الحد قبل يومين كان ان مسيرة القناص. قناص اللي استهدف اكثر من 50 شاب عراقي. الحكومة بتاريخ الحكومات بالعالم ماكو حكومة استخدمت القناص لقمع شباب عزل طلعوا يطالبون بحقوقهم. وحتى الميليشيات نفسها وحتى الكتل نفسها والعالم كله محترف بشرعية هاي التظاهرات ومحترف بحقوقها. لكن القمع ما لقينا على مبرر. فاحنا مستمرين. كذلك التغريدة والتغريدة مقتدى الصدر. اعتقد انه احنا اعلنا من بداية التظاهرات عن وجود مندسين داخل في صفوف ثورة تشرين. لان التظاهرات كانت عفوية. من السهل جدا دس الاحزاب الى 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 داخلها انه تكون يدسون مجاميعهم. وكانت اغلب عمل هذه المجاميع المندسة هي تشويه صورة الثورة وتشويه صورة تشرين. واحنا مسكنا مجاميع كثيرة وبالأدلة انه كانوا مدعومين من قياديين بالتيار الصدري. يعني انه ذا مقتدى الصدر يريد يصلح هاي الثورة خلي يسحب ايده من الثورة ويسحب جماعة من الثورة. اما بما تسمى تشرين لا هي تشرين ثورة عراقية. لا عدنا أدلة. احنا اليوم مهددين من قبل التيار الصدري بالتحديد. مهددين من قبل منظمة بدر وهادي العامري بالتحديد. اكثر جهتين جاي يعملون على التظاهرات واذية التظاهرات هم بدر وهادي العامري والصدريين. عنده علم مقتدى الصدر بهذا الموضوع؟ ما عنده علم مقتدى بهذا الموضوع خلي يعلم. طيب سأعود لك ربما بهذا التفصيل استاذ احمد. بس ردت اسألك سؤال القادم شنو بس على متقسيم الوقت. دكتور محمد اعود لك. السؤال الاهم يقول لك اليوم احنا غيرنا حكومة السيد عبد المهدي لكن هي لم تكن مطلبا. غيرناها وجه السيد الكاظمي لم يقدم شيء السيد الكاظمي. بل بعضهم يترحم على السيد عبد المهدي يقول على الاقل كان اكو رواتب. مو تمام يعني على الاقل ما صار عندنا تأخير بالرواتب. اليوم السيد الكاظم احنا ما مفتهمين بس الاكشن الاعلامي فقط. يعني فضل. شوف احنا خلينا نكون واقعيين. حتى الان في كل مجالات الحياة بأبسطها وعقدها هنالك مرحلة معينة للانتقال. هنالك ما في شيء دائما نقول هي ليست بعصا موسى ولا هو زر للكهرباء اون اوف يجي الكهرباء وكذا. أنت تتحدث عن آلية تراكم من المشاكل تراكم من الصلاحيات الإدارية المخترقة والمالية المخترقة وهكذا. وما لولا هذه المشاكل ما خرج الشباب والمجتمع والناس كلها مطالبين بهذا الإصلاح. عملية حكومة عادل عبد المهدي والسياسة التي اتبعتها أو الخطوات إذا كانت بطيئة إذا نعم هنالك إنجاز. خلينا نعترف هنالك بعض الإنجازات لو منحت من الوقت الأكثر أعتقد كان يمكن نطلع بنتائج. ولو أيضا كسبت من الوقت وكان الحراك صحيح وسريع ومعالج. إحنا عندنا كانت مشكلة في الحكومات ورؤساء الحكومات السابقة هي في أشخاص معينين ومشخصين في مسألة الخروقات الدستورية والخروقات المادية والخروقات الإدارية. متى محاسبتهم؟ متى استدعاء؟ متى التوقف من هذه الصلاحيات؟ هنالك كثير من التراكمات التي أدت ما أدت. الآن بعد قدوم السيد الكاظمي أيضا نرجع ونقول هو أتى إلى كم من المشاكل وكم من التراكمات
التراكمات الثقيلة بحاجة إلى التعاون على حلها. والآن لو نستعرض يعني إيش قد صار له، يمكن صار له 150 يوم ثلاثة أو أربعة أشهر تقريبا، 120 يوم تقريبا، 120 يوم. إحنا نحسب خلال هذه الأيام مع وجود الجائحة الصحية، مع وجود التراكمات اللي إحنا الجانب المادي والثقل الكبير اللي تحمل الميزانية، فبالنتيجة اكو هنالك مبادرات متمثله في بعض الاشياء اللي لمسوها الاخوان كلها. يعني اكو بارقه امل. نعم، لكن بحاجه الى صبر، ليس بالدفاع، ولكن هذه الساحه تشهد هنالك تطورات معينه. نعم، انا في داخلي وفي داخل كل واحد بيننا متعطش على انه المعالجات تعالج بسرعه، وهنالك صبر نفذ، وهنالك اشياء، معالجه الكهرباء، معالجه بعض الخروقات، بعض القضايا الامنيه، بعض التصرفات من بعض رجال الأمن مع المتظاهرين، هذا الشاب وكذا عالجها. طيب. بعض الصحفيين اللي يختويلوا أيضا زارهم، وهكذا أكو لمسات، ولكن نحن نتأمل الأكثر ثم الأكثر. نعم، طيب أكو بارقة أمل؟ هذا انطيني هذا المختصر قبل أن أنتقل للناصر. نعم، كبيرة إن شاء الله، كبيرة بتعاون الجميع. أنا دائما أعول على العمل كفريق واحد، والعمل المتجاهل يعني المشترك مع بعض. احنا خلينا منحة وخلينا نساهم ايضا احنا في مسألة المعالجات من كل من مكانه، من فكرة، من نوايا. اكيد حنجتمع الى خطوات سليمة. لا تبنى البلاد ولا تعالج المشاكل في يوم وليلة، بحاجة الى شيء من الوقت الصحيح يعني. نعم، جميل، ساعود لك. سيد حسين، اعود لك بسؤال مهم جدا. لو لم يشعر السيد مقتدى الصدر بالخطر القادم لما صرح هذا التصريح الخطير اليوم، يعني هذا التصريح الأول من نوعه، حتى قايل ما يسمى بثورة تشرين. ثانيا، شنو المشكلة اليوم إذا استلم حميد الغزي صندوق إعادة إعمار ذي قار؟ هسه احنا المهم خلي تكون خطوات الحكومة جادة وحقيقية على الأرض وبعدين ننتقد. تفضل سيد. ما يصير نجرب نفس الأدوات وننتظر نتائج مختلفة، هذا مو منطقي ابدا. طيب. السيد حميد الغزي اخذ مساحته طوال الفتره الماضيه، هو مسؤول حكومي سواء في محافظه ذي قار او شو اسمه يعني مجلس الوزراء. وين نتاجات حميد الغزي اللي قدمها؟ فقط كرس المحاصصه في ذي قار، وكان مشرفا على كل العمليات التي تدار في الخفاء داخل مجلس محافظه ذي قار، هذا المجلس سيء الصيت الذي حل بسبب ثورة تشرين. أيضا بما يخص السيد مقتدى الصدر، فالرجل عودنا على هذه التناقضات بالتصريحات، يوم يسميها ثورة تشرين ويعبر أنه يعشقها، ويوم يسميها كما تسمى ثورة تشرين، فهذا مو غريب علي الرجل حقيقة. نعتقد أن كل رؤساء الكتل السياسية الأحزاب الكبيرة شعروا بالخطر الحقيقي لثورة تشرين ووعي شباب تشرين، وبالتالي هم يهاجموها على طول. منهم من يهاجمها باستخدام عناصرة، ومنهم من يهاجمها إعلاميا، ومنهم من يهاجمها سياسيا. مو غريبة أبدا عزيزي. بالنسبة لحميد الغزي أنا جاوبتك عليه. السؤالين يعني هن تبعا جهة واحدة حكمت العراق، يعني خلينا نقول ما نقول 17 سنة، أما 13 سنة حكموا العراق ومحافظات الجنوبية كانت بأيديهم، فما قدموا أي شيء، وبالتالي هم هدف لثورة تشرين وأبناء ثورة تشرين. فلا لا أستغرب هذا الهجوم من السيد مقتدى الصدر. نعم، طيب بما أنه أنت عندك موعد أعتقد على الساعة يعني لازم أختم وياك، فخلينا أسألك سؤال مهم جدا. ماذا بعد زيارة زيارة السيد الكاظمي إلى ذي قار؟ يعني شنو اللي راح يصير بصراحة على الأرض اليوم؟ هذا السؤال يوجه لهم هم كحكومه، هم يعني يبقوها شو اعلامي لو يطبقوها على ارض الواقع. ذي قار معدمه بالخدمات، مو نقص بالخدمات، لا، عندها انعدام بالخدمات. ذي قار مدينه منكوبه باعتراف الكتل السياسيه مجلس النواب العراقي، بالتالي وين الفعل الحقيقي اللي يصير على ارض الواقع؟ من ثم نعتقد ان اهم شيء الان يحصل هو الامان. انطيني امان وبعدها انطيني الاشياء الاخرى. الامان لا يحدث والسلاح المنفلت في الناصريه بكثره، الامان لا يحدث والميليشيات تصول وتجول، الامان لا يحدث والمؤسسات الامنيه مخترقه من الاحزاب وفي ظل
عناصر غير جيدة بالأمن، هي مدمجة بالأجهزة الأمنية. كل هذا يحتاج إلى معالجات سريعة من السيد الكاظمي. من ثم يا سيد الكاظمي، أنت زرت محافظة بها خروقات أمنية كبيرة، بها استهداف لناشطين، بها يعني عمليات خطف، بها عمليات اغتيال، بها عمليات تفجير بيوت. ما الذي تعاملت به مع القادة الأمنيين الفاشلين في هذه المحافظة؟ لم تقل شخصا، لم تحاسب شخصا، لم تتحدث لهذا بالإعلام. فحقيقة أنا يعني أزعجني جدا موضوع أنه السيد الكاظمي لم يتحدث خلال زيارته الأخيرة بما يخص السلاح المنفلت والميليشيات وما يحدث من جرائم ضد المحتجين. نعم، طيب البعض يقول، خلي أسألك هذا السؤال الأخير، البعض يقول أن السيد الكاظمي له اليد الطولة فيما حدث في الناصرية، وحتى موضوع أن سجاد العراقي قبل أن يختطف كان عند السيد الكاظمي، قبل يومين، قبل اختطافه بيومين كان ملتقي بالسيد الكاظمي ووجه عدة توجيهات وإلى آخره. سجاد العراقي ونحن هذه المجموعة لم نلتقي بأي مسؤول حكومي على الإطلاق، خذها من عندي، ابدا لم نلتقي باي مسؤول حكومي، وما كان يعني لانه نعتقد انه مطالبنا واقعيه وصريحه ومعلنه للاعلام، فما يحتاج نلتقي بمسؤولين عراقيين لا في الحكومه السابقه ولا في الحكومه الحاليه. ابدا سجاد العراقي لم يلتقي بمصطفى الكاظمي، ولم يكن صحيح هذا ما يذكر بالاعلام، بل العكس تماما. تشاهد سجاد يهاجم يعني مستشاري السيد الكاظمي ويهاجم حكومه السيد الكاظمي، فما أعتقد هذا الكلام صحيح، وهو في الدعايات المستمرة التي تعودنا عليها حقيقة. نعم، شكراً سيد حسين الأغرابي، كنت ضيفي من محافظة ذي قار العظيمة، شكراً جزيلاً لك. أنا أقدر انشغالك علياً أيضاً، شكراً. أعتذر، أعتذر. لا بالعكس، شكراً. أستاذ، شكراً سيد. أستاذ أحمد، أعود لك بسؤال مهم، يقول لك يعني ماذا، ما هو القادم؟ يعني ماذا بعد خلال الأيام القادمة يوم 25 تشرين والبعض يتوعد، وهم راح يصير غلق مدارس وغلق مستشفيات وحرق مقرات وإلى آخره، أم أن أكو استراتيجية جديدة للثورة؟ تفضل. لا، القادم مختلف تماما. الثورة منذ بداية انطلاقها كانت عفوية، خرجوا الملايين العراقيين بعفوية، هي كان يجمعهم هدف واحد بدون قيادة. العفوية هاي استمرت لفترة معينة، كانت قوة للثورة، كان اكو حاجز الإرادة الحزبية، حاجز الخوف اللي كان موجود بقلوب الكثير من العراقيين على مدار عقود من الزمن، خوف من السلطة، هذا انكسر. اليوم احنا خلقنا جيل جديد لا يخاف، لا 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 يهاب السلطة. كذلك الهوية الوطنية اللي عملوا عليها احزاب ودول اقليمية على تغييب هذه الهوية الوطنية، انعادت ثورة تشرين، عادت هاي الهوية الوطنية. اليوم احنا بعد مرور سنة جلسنا كثوار كناشطين من كل المحافظات العراقية بعدة اجتماعات، تشكلت لجنة مركزية لهذه الثورة، لكن غير معلنة لأسباب أمنية ولأسباب أخرى سنعلن عنها لاحقا. رسمنا استراتيجية جديدة كاملة، الخطوات يوم 25 راح تكون مختلفة تماما، خطوات مدروسة تختلف عن سابقتها. التصعيد ما راح يكون مثل السابق، قضية قطع الطرق ما قطع الطرق، قضية إغلاق الدوائر، هاي إنه أعتقد ما راح تتكرر. عندنا خطوات أقوى من هاي، لأن الظاهر الجماعة ما بعد التمسنا إنه هم انقطع طرق، انسدت مدرسة، صار إضراب، صارت شارع جسر انقطع، ما عديمي الشعور بالمسؤولية وما يهمهم هذا الموضوع. فإحنا هالمرة لا، هالمرة راح نضرب عليهم، على بروسهم هم، مكاناتهم هم. 25 راح تكون مختلفة، 25 منظمة جدا، 25 راح تطلع بكلمة واحدة تكون مركزية حصرا في بغداد. كل المحافظات العراقية وثوار العراق يجون المحافظة بغداد، راح تكون مختلفة تماما. وان شاء الله، ان شاء الله 25 راح تكون نهاية او حد للميليشيات المنفلتة وسلاحهم وكواتمهم المنفلت. طيب، إذا تسمح لي أعرض على
فضل. كذلك زيارة مصطفى الكاظمي لمحافظة ذي قار. أستاذ محافظة ذي قار هي محافظة منكوبة منذ عقود من الزمن، محافظة تفتقر إلى مئات المدارس، مئات المدارس الطينية، تفتقر إلى شوارع وبنى تحتية وخدمات، محافظة تعتمد باقتصادها على الزراعة والزراعة توقفت والصناعة توقفت، 40% من هاي المحافظة تعيش تحت مستوى الفقر. بعد 2003 اجوا مجموعة من العصابات والفاسدين بدعم احزاب سيطروا على هذه المحافظة، اليوم المحافظة تعيش وضع صعب. المحافظة هي كانت معطاة او الاولى بالتضحية على مدار الثورات، على مدار الازمات. محافظة ذي قار الاولى بتقديم الشهداء لتحرير المناطق مناطقنا واهلنا في الغربية عد ما صار الاحتلال داعش. محافظة ذي قار بثورة تشرين العراق كله ثورة وذي قار بوحدها ثورة. زيارة الكاظمي بهاي السرية بعدم وجود شباب المحافظة وثوار المحافظة وسكان المحافظة وحتى عوائل الشهداء متوجهين الكربلة، وقفت على جسر الزيتون اللي وقع بيه أكثر من 80 شهيد وهو ما محاسب لمجرم واحد. لا والله كانت زيارة خجولة جدا وزيارة سلبية مو إيجابية. أما حزمة القرارات وانعقاد مجلس الوزراء داخل محافظة ذي قار، احنا موضوع الورق واللجان هاي تعودنا عليها من 2003 الى الان، لكن هل تطبق؟ ما صندوق الاعمار اللي شكله لبناء محافظة ذي قار هو عاجز عن اعطاء رواتب للموظفين. اليوم ازمة اقتصادية، شلون راح يسد هذا الصندوق ومنو راح يطبق قراراته؟ وهو حتى مكتب رئيس الوزراء هو مخترق. شلون مكتب رئيس الوزراء مخترق؟ احمد ترى هاي المعلومه هم تحتاج يعني دليل، مو تمام؟ شلون مكتب رئيس الوزراء؟ لا تحتاج، انا ازودك بمعلومات كثيره. بعض المستشارين اجوا بموافقه احزاب، اخذوا الموافقه من الاحزاب وبعتها تنصبوا. طيب اي لا، مستشارين اجوا من دون داخل أحمد. مكتب رئيس الوزراء العراق كله يدري بيها، يعني مكتب. نعم لا المستشارين اجوا من ساحات التظاهرات، مو لو انا غلطان، وصعدوا على اكتاف المتظاهرين وعلى دماء الشهداء. ما عندنا مستشار. لا احنا بالنسبة لنا كثورة اعلننا بيانات وموجودة على صفحاتنا الرسمية انه احنا طلعنا البناء دولة حقيقية، لا طلعنا نبحث عن مناصب او مشاركة الحكومة او السلطة بهاي الشكلية. احنا ربما اذا يتغير الوضع وتكون قانون عادل للانتخابات وبيئة امنة، ربما نوضع بديل لهاي الاحزاب للشعب العراقي حتى ينتخبه، لكن بهالوضعية هاي احنا كنا رافضين المشاركة. واما الراح اللي كان يدعي انه هو بتشرين وراح استلم منصب، هذا ما يمثلنا. احنا نحاكيك احنا ولد الساحات، احنا اللي كنا نصدر بيانات الساحات، احنا اللي حافظنا على الساحات من الاحزاب وغير الاحزاب وبما يسمى الصدريين اللي يوم يطعنون بثورتنا، اللي حاولوا يركبون التظاهرات وما قدروا، واليوم بدوا يسقطون بينا ويشوهون بسمعتنا. فاحنا احنا اهل الثوره واحنا ابناء تشرين نعلن انه احنا ما عندنا اي شخص يمثلنا داخل مكتب رئاسه الوزراء او مستشارين او في هاي التشكيله الاخيره مع الحكومه، حكومه مصطفى الكاظمي. نعم طيب خلي اعود لك استاذ احمد، خلي دكتور محمد اعود لك. الانتخابات المبكره الكل يقول انها مطلب تشريني، لكن الان اللي فهمته منه استاذ احمد قالوا شاح مو مطلب تشرين انتخابات مبكرة، لكن هل تعتقد أنها خطوة جيدة فعليا بالاتجاه الصحيح؟ زين عندنا مال سياسي وعندنا سلاح سياسي، إلى الآن إحنا خلايا الكاتوشة ما قادر السيد الكاظمي يضبطها، شلون راح يضبط انتخابات مبكرة؟ تفضل. حتى نكون واقعيين، هنالك تفاسير عدة هل هي مطلب تشرين أو أتت نتيجة الانتفاضة التشرينية، وهنالك عدة أسباب، ولكن السبب الأساسي هو خروج الشباب مداعين بالتغيير وتغيير الوجوه، وحتى بعض الأسماء التي رشحت في ذلك الوقت وكانت الرفض
من قبل الساحه انه رفعت صورهم وعليها اكس وغير مرغوب بهم وغيرهم، وبعض الشروط التي خلينا نقول اقترحت على شخصيه من يتولى رئاسه الوزراء، ولا حتى سميت المرحله الانتقاليه وهي انتقال من مرحله الى اخرى. سنتحدث دستوريا، نتحدث قانونيا، نتحدث بسياقات الدول ونظام إدارة الدولة. هنالك انتخابات ستجري، هنالك مواعيد، هنالك أسباب تؤدي إلى تقريب الموعد الانتخابي، مثلما هنالك مدد زمنية للبرلمان والمدد الزمنية التي تمنح أيضا قبل الوقت الانتخابي، وهكذا من السياقات التي اعتدنا عليها واللي هي أساسا من الأعراف الدستورية والقانونية للجانب البرلماني. عملية الانتخابات والتهيؤ للجو الانتخابي، هنالك يجب أن نكون متفهمين أنه الشعب العراقي الآن بعد كل هذه الأحداث التي مرت من مأساة ومن أوجاع ومن آلام ومن دماء، مثلما من خبرة تراكمت طيلة هذه السنوات بعد 2003 لحد الآن، هنالك نضوج فكري. احنا الآن على نهاية أبواب هذه السنة، هنالك نضوج فكري في التعامل مع الجانب الانتخابي. هسه في كل دول أوروبا إذا أرادت تنظر لك كدولة عراقية تقول لك أنت الفاصل بينك وبين كل ما تدعيه هو الصندوق الانتخابي. هسه احنا طبعا نقول اكو تشكيك في جانب النتائج التي تظهر، هنالك يعني تحذرات من بعض آلية الانتخاب، حتى الآن في البرلمان والخطة الانتخابية والبرنامج الانتخابي أو خلينا نقول قانون الانتخاب هنالك تعديلات. إذا بالنتيجة هنالك صوت سمع وبلشت تتعالج الأمور، وهنالك متغيرات في آلية العمل التي أدت ما أدت إلى فشل هذه الخطوات السابقة، والآن نحن في رؤى غير. مسألة السيد الكاظمي أو غيره من الشخصيات لو تولى المهام في هذه المرحلة أكيد سيكون الخطوات مشابهة. مسألة الكاتيوشا والاختراقات الأمنية، هنالك أجهزة متخصصة، وهذه الأجهزة يجب متابعة هذه الحالات وهي واجبها. هسه احنا ليش ما نعترف انه الشرطة إلى واجب معين، ولا ليش الطبع للشرطة وارتدى البدلة ودخل كلية الشرطة والجانب العسكري العسكرية غير واجب عنده معين؟ هسه احنا المشكلة احنا يجيك الموظف في اي دائره من دوائر الدوله كانه يحملك فضل انه يمشي معاملتك، علما انه طبيعه واجبه. وكذلك الجهات الاخرى من الجهات الامنيه والقانونيه والقضائيه وكذا، هنالك واجبات توزع على المجتمع. بالنتيجه انت تخدم مجتمعك، تؤدي وظيفتك، تتقاضى من خلالها راتب. عمليه هذا يعني انه انا متفضل على الاخرين، هذه ما يجوز. حتى انت ما حيصير عندك لا ابداع ولا اخلاص ولا شيء، لانه انت تتصور في كل خطوه تسويها للمواطن انك متفضل، وهذا مو صحيح. عمليه الفهم والقناعه انه انا مؤمن بالبدله اللي لابسها وبالمكان اللي انا تطوعت له واللي شغلت له كذا، انه انا الان روحي ووقتي وكذا كله ملك. مثل الجانب الطبي، الان الطبيب المفروض تتصل به ليلا صباحا، هو لانه صار ملك للاخرين كونه انه اختار مهنه معينه واشتغل بها، وهي هذه المهنة الحياة والمجتمع هكذا. عملية انه التعاون على جانب اللي نشوف هسه في كل البلدان بما فيهم العراق، هنالك حس امني، هنالك تعاون، هنالك حالات معينة. انا مو اجي هنا أنا اطبق السيارة واطلق لصاروخين واطلع بالنتيجة المنطقة والكذا، نتيجة التتبع تدفع ثمن اللي صار. عملية انه هذه شوف، بما انه عنده ساحة الان ما تزال قلقة مو مستقرة، هنالك تنافسات، هنالك تراكمات. طيب. هنالك اجتهادات في تفسير البقاء وعدم البقاء، التعاون وعدم التعاون، والدولة وصلاحيات وخلينا نقول دستوريات البقاء، يعني اكو كثير من المفاهيم، وهذا طبيعة المجتمع تجده في كل البلدان حتى الأوروبية. نعم. طيب برايك راح تكون يستطيع السيد كاظم يسوي انتخابات في ظل السلاح منفلت ومال سياسي؟ يعني حتى موضوع السلاح المنفلت الان تعرف صار توجهات عديده في موضوع، يعني توجهات سوالف بس ماكو شيء على ارض الواقع. يا ابو فيصل، يا غاتي، يا تاج راسي، احنا يعني جزء من المجتمع، احنا صعبين يا اخي، خلينا نعترف. الشعب العراقي تتحاور ويا صعب، تطرح وجهه نظرك الى يصورك انه انت تملي عليه المعلومه، تناقشه ما يحب النقاش، احنا نرجسيه، احنا عاليين، احنا فد شيء صعب
احنا الاتراك متعلين احنا السلاح بمفهومنا، حتى العشائري الاناقه الرجوله تتمثل في حمل السلاح، وهذا المفهوم الخاطئ. احنا نفرح نضرب طلقات، نزعل نضرب طلقات على مستوى اطفال الثين، يصير خلافات تكبر عند الكبار يضربون طلقات. السلاح المنفلت طبعا هذا فتح حوار، يعني احنا شو وقت نتعاون ويا الدوله ونصير جزء من الدوله، اذا احنا بالنتيجه نريد من اكثر. عمليه الانتخاب يجب ان يصير عمليه انتخاب ويتم السيطره عليها. ايضا هنالك اليه معينه، يعني اكو يعني هيئه المستقله للانتخابات، الهيئه نسيت الاسم مالتها، الهيئه العليا المستقله للانتخابات، هذه بحد ذاتها عندها اليه المفروض عندها من التجارب التعامل مع الانتخابات، مع الناخبين في الخارج وفي الداخل في المحافظات في النازحين ورقعة جغرافية. وهسه الآن أكو فد إشكال أنه هذه خلينا نقول القضاء والمحافظة تمنحهم صوت طيب. أو صوتين، وهكذا هذا الحوار كله. نعم. المفروض يا أما أنا أكون مليء وأنطي الحلول المنطقية اللي تتماشى مع الأحداث. طيب. مو أظل يعني أنا ماسك في القرارات اللي صدرت بال 2003 و4 طيب. وأطبقها مع كل هالتغيرات. جميل. وكل هالنتائج. جميل جميل. أستاذ أحمد أعود لك. البعض يقول أنه فعليا ثورة من ضمن مطالب ثورة تشرين هي الانتخابات المبكرة، لكن أنت فاجأتني بموضوع أنه مو من ضمن مطالب ثورة تشرين انتخابات مبكرة فعليا. يعني شلون؟ ما يعني ما أعرف الآن. وحتى أكو هناك حديث، وأكو حديث، بس دقيقة أكو حديث عن أن هناك قوائم انتخابية ستخرج من ساحات التظاهرات. تفضل. لا احنا مو كان من ضمن مطالبنا، احنا مطالبنا أربعة، واحد المطالب كانت الانتخابات المبكرة، لكن انا قلت انه ما تعني شيء الانتخابات المبكرة بهذا الوضع، ما تعني انه شيء ولا راح تقدم انه شيء. احنا كثورة تشرين كانت من البداية طلعنا بثورة سلمية، قدرنا الوضع المربك بالبلد، قدرنا التدخلات الخارجية المباشرة والغير مباشرة بالشأن الداخلي العراقي وتأثيرها على القرارات وتغلغل الأحزاب بالمؤسسات وغير المؤسسات الأمنية وغير الأمنية، قدرنا كل هذا وطلعنا شباب بسلمية، تحملنا القمع والخطف والقتل والاعتقال وأنواع وبأبشع الطرق. يعني كان المطالب مالتنا هي الانتخابات المبكرة، قانون انتخابات عادل، وطينا وشخصنا القانون انه دوائر الفائز بأعلى الأصوات ترشيح فردي، كذلك المفوضية نزيهة، إشراف أممي ودولي، فتح ملفات الفساد. هذني كانت مطالبنا. بعدها من صار القمع بهالطريقة هاي وسقوط مئات الشهداء وعشرات آلاف الجرحى والمعتقلين، دخل علينا موضوع محاسبة القتلة وقضايا القمع اللي صار. هسه احنا بعد سنة والله طلع لنا مصطفى الكاظمي قال انتخابات مبكرة، انتخابات مبكرة بها وضع، يعني احنا انتخابات مبكرة بوجود هاي الأحزاب. زين احنا ننافس من؟ احنا هسه كتشرين او كمستقلين، احنا تشرين بالنسبة لنا ندعم اي قائمة وطنية او اي شخص وطني باكر عقبة اذا صارت انتخابات شفافة ونزيهة مفوضية عادلة باشراف اممي ودولي. لكن هاي الاشخاص النزيهين او الوطنيين تنافس من؟ تنافس كبار رؤوس الفساد، تنافس اصحاب الاحزاب والميليشيات اللي تمتلك السلاح المنفلت، والسلاح المنفلت اللي مرخص من قبل الحكومة، سلاح حكومي منفلت تمتلكه. اليوم اللي يقتلني واللي يختال بالبصرة وبالناصرية وبكل المحافظات هو يختال بسلاح مجاز حكومي وبسيارة مجازة وباج حكومي. زين هذا منو راح يحمي المستقل؟ احنا طلعنا قلنا نريد وطن، شباب طلعت بتيشيرتاتها قالت نريد وطن سووا بينا مجازر. زين احنا اذا تطلع ناس تنافسهم على السلطه وفي البرلمان، هذول ايش راح يسوون بهالوضعيه هاي؟ حتى دبابات وطيارات عندهم. فالوضع حقيقه
مع الانتخابات مبكرة بهالشكل هذا الانتخابي بهاي الوضعية ما راح يعني ما راح تحقق شيء. طيب استاذ احمد، قضية فتح ملفات الفساد نقطة مهمة جدا وجوهرية اعتقد، والسيد الكاظم بدا يعمل عليها، احمد عبد الجليل الساعدي وابو الكي كارد و لو هذه الخطوات ايضا ما ترضي الجمهور. نعم بس لا احنا 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 كخطوات كخطوات ملفات الفساد احنا طالبين بفتحها، لكن يا استاذ احنا اليوم نعرف اكو جهات رؤوس كبيره حيتان للفساد هي الراعيه لذول الزغار، يعني احمد الساعدي ما اعرف شنو اسمه اللي كان مدير عام التقاعد، هو الشاله وهذا يجيبون واحد مكانه، لكن هذا يعمل لمن؟ الجهه اللي يعمل لها هي اليوم تتحكم حتى بقرارات الكاظمي، احنا جاي نحكي على حيتان فساد، احنا جاي نحكي على 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 ملفات خطيره، على سقوط الموصل، سقوط المحافظات الغربيه، على على الطائفيه بال 2006 و7 و8، على على الاغتيالات اللي صارت من 2003 واستمرت واستهدفت العقول العراقيه والخبراء والعلماء والطيارين والاطباء، احنا جاي نتكلم على من 2003 للان احد دامي وتفجيرات و 350 الف عراقي راحوا زهقت ارواحهم بسبب هاي المزايدات السياسيه وحروبهم الطائفيه وصراعاتهم اللي جروا دول اقليميه خلوا العراق ساحه للصراع الاقليمي. احنا جاي نتكلم عن هاي المواضيع، هاي الملفات اللي لازم اللي لازم تنفتح. جميل، شنو مصير حكومه السيد الكاظمي بصراحه؟ حقيقة احنا السيد الكاظمي يعني تواصلوا حقيقة، اكو صار تواصل غير مباشر به هو شخصا عن طريق شخوص وسطاء، قدمنا لهم ورقة، الورقة كانت هي محاسبة القتلة، وطينا أدلة وطينا معلومات وطينا أدلة شهود على 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 أشخاص إحنا مشخصينهم وقائمين دعاوى عليهم بالمحاكم، كذلك بها إصلاح داخل الأقضية والنواحي والوحدات الإدارية استبدال ومدراء أقسام، وداخل حتى إصلاحات وزارية أكو حزمة 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 إصلاحات، لكن الرجل حقيقة ما جاي يخطب هاي الخطوات يعني لحد الآن ماكو شيء. أما إحنا كموقف كثورة احنا كل ما يتقدم الكاظمي خطوة الى الامام باتجاه ضرب الفاسدين باتجاه بناء دولة حقيقية، احنا ثورة تشرين وثورة تشرين اللي تحمل تطلعات واهداف ومطالب شعب كامل واللي هي تحمل هموم شعب كامل، احنا كشعب عراقي راح نكون مساندين له، اما يكون يتجه باتجاه ارضاء الكتل الحزبيه وارضاء الميليشيات فاحنا راح نكون ضده. ونصيحه من عندنا له، هاي الكتل الحزبيه لا تريد بناء دوله، هاي الكتل الحزبيه متجهه، هي مو اتجهت، اتجهت بالعراق للا دوله، للعصابات، للميليشيات، للنفوذ الخارجي والتدخلات الخارجيه. طيب اذا كنت تريد تبني دوله حقيقيه فانت ابتعد عنهم والشعب راح يكون وياك، واطلع بخطاب صريح واضح، اطلب تفويض الشعب، اطلب دعم الشعب، واحنا راح نكون وياك، خليه يتحرك هو الـ 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 الكره في مرمى. جميل. هو هسه لازم الماسك العصا من الوسط، خلي الشعب عون له. نعم دكتور. نعم. محمد بدقيقه واحده وقت انتهى، مصير حكومه السيد الكاظم بدقيقة واحدة، ما مصير حكومة السيد الكاظمي؟ نسأل الله لهم التوفيق لأنه أملنا فيهم كبير وبكل المخلصين، وكذلك يعني يجب أن نتعاون حتى نعطيهم مجال بحالة النجاح، لأن هنالك تحقيق للأمان لا نصب إليه إلا من خلال التعاون. جميل، شكرا دكتور. شكرا. محمد ثابت البلداوي الأكاديمي البحث في الشأن السياسي، كنت ضيفي من عمان، شكرا جزيلا لك. أستاذ أحمد آل وشاح الناشط السياسي ضيفي من بغداد، شكرا جزيلا لك. مدني
ناشط مدني خلاص. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. ايضا باسمكم اشكر سيد حسين الغرابي الذي كان ضيفي من ذي قار. انتم احبتي الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه. ها هو مقداد الحميداني، اترككم بحفظ الله ورعايته، نشوفكم باكر، في امان الله.